يا ولد وليد في أول تمريرة، رمضان رمضان وأمير عبد الحميد، رمضان صبحي تلقى تمريرة حريرية رائعة. لا 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 لا، هاتها من أولها يا راجل، عيد عيد من البداية من التمريرة. أعتقد وليد سليمان، أعتقد وليد سليمان. رمضان صبحي في مباراة أسوان جات له نفس الكرة دي لكن لعبها بالعرض المؤمن، أهو مؤمن خرج. رمضان لعبها في المرمى لو أنقذها، ولعبها في الزاوية الضيقة كمان صعبة، أمير عبد الحميد خلصها. 8-2 في الركنيات، تاني على حدود منطقة الجزاء، ووليد جول جول جول. الحاوي وليد يسجل من جديد بعد نزوله بثواني، ثواني ايه، لحظات لحظات. وليد سليمان كلمة سر الأهلي في هذه المباراة، يصنع هدف أولا لرمضان بانفراد، يضع انفراد منفردا، يضع رمضان منفردا بالمرمى والضيع، فقرر أنه يسجل بنفسه. خلاص رمضان مش عايز تسجل، عاجز عن التسجيل، خلاص عنك أنت، أنا هسجل. ومتأثر جدا وليد بعد نزوله وبعد تسجيله 12 او 13، مش هنعد الركنيات نادي الاهلي، كتير جدا كتير جدا. عبد الله السعيد لصبري، لعبد الله مره تانية، حاول المرور، صبري رحيل بجواره، صبري استلم، صبري الله الله على الهدف، الله على الهدف. جون انتوي، جون انتوي، قولوا زي ما تقولوا، المهم ان الغاني يسجل الهدف الثاني. ورايح لمين؟ رايح لحسين السيد، واضح انه اقرب لاعب له في تشكيلة او في فريق النادي الاهلي. جون انتوي يسجل الهدف الثاني، يؤمن الفوز تماما في اخر 10 دقائق من المباراة. وبرضو بداية الهدف من ضربة ركنية، اللعبة متحركة والكرة متحركة، وصبري رحيل اوفر جميل، والغاني والهدف الثاني، وايضا بمساعدة من احد لاعبي الانتاج الحربي. الاهلي ينتج الهدف الثاني في شباك الانتاج، يؤمن ويعزز الفوز والتقدم، ويقترب تماما. 3 نقاط الآن أصبحت قريبة، أصبحت في المتناول، رائحة الدرع يشعر بها الآن الأهلوية، نسائم الدوري